السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، حياكم الله. اليوم معنا تكييف دولاب، المروحة بتصدر صوت فرتابيلي يعني، فنفك احنا المروحة إن شاء الله ونشوف المشكلة فين. هي المشكلة في البيلي عامة، بنغيرها ونرجع المروحة تاني عشان يعني نجرب بعد الفيديو نشوف الصوت راح ولا لا. هو الصوت الآن بيصدر من البيلي، بس الاستمرار اللي عنده تكييف وبيسمع فيه الصوت ده لازما طوالي يتصل بالفني عشان يغير البيلي، لان انت لو ما غيرت البلي بيعمل بيسخن، والملف لو سخن المحرك لو سخن الملف هيسخن ويتحرك منك او يحمص منك. يعني ايه يحمص؟ يعني ملفات تصير ضعيفه، يصير قوه المروحه دي ضعيفه. الفك طبعا سهل، باول حاجه بتطفي الجهاز، بتطفي الجهاز، بتفتح الغطاء بتاع الكهرباء ده، بتفصل الفيش او السلك بتاع المروحه، وبتشيل الجزء البلاستيك ده. ليه طريقه للفك، في سهم بيقول لك كلوس وفتح، موضوع سهل ان شاء الله نفكها ونشوفه مع بعض ازاي نغير بيه. الان طلعنا الجزء القطعه السوداء ديت، دي عشان خاطر تقدر تسحب المروحه منها، وبمفتاح زي ده كده بتفك الصامولتين اللي هنا او صاموله زي ما تكون، هو هنا محطوط صامولتين وورده، بتفكهم بالطريقه دي وبتسحب الجزء ده. في فك كده صغير بتطلع القطعه دي بالطريقه دي كده، وتحافظ على المسمارين دول الصامولتين دولت عشان خاطر ما يضيعوا منك وترجع تدور على حاجه بديل. بعد ما طلعت الصاموله بتاعتك تبدا تسحب دي بالراحه وتطلع معاك، لو ما طلعتش بتشدها كده بيد، واليد التانيه تضرب ضربه خفيفه بخشبه ولا حاجه هنا كده على المسمار ده تقوم تطلع معاك على طول. بس هي الان هي من غير انا اي ضرب طلعت معايا هي، وطبعا بتسحب زي ما انت شايف كده. بسم الله، طلعت معايا، حافظ عليها عشان ما تتكسرش. الان فاضل لك المحرك بتاعك اهو، هو ده اللي هيغير له بيلي ان شاء الله. هنفكه المسامير بتاع ديت، في 1 2 3 4 مسامير 14 او زي ما تكون عندك، تفكها وتسحبها، وطبعا الكهرباء بتاعتها من تحت من هنا، في فك الجزء ده السلك بتاع الكهرباء يتسحبه اللي هو رايح لها اصلا من تحت من هنا اهو، اهو السلك اهوت، هو ده. تفكه الاول من مصدر الكهرباء، طلعه وهو يتسحبه معاها من هنا وانت تطلع. بص، بعد ما فكيت الجزئيه دي اللي تحت اسحب ده، اسحب السلك بتاعي بالطريقه دي كده بيطلع معايا واحده واحده، فاضل لك بس تفك المسامير. بص يا شباب، خلاص كده اخر اخر صاموله بفكها. عايزك بس تخلي بالك تعلم انهي ورده، الصغيره الاول ولا الكبيره الاول. طبعا الكبيره هي اللي بتكون جوه، والصغيره بتكون بينها وبين الصاموله عشان الشد، عشان لما تشد ما تبوظش السن. الصاموله ديت يعني اهيت، دي الصاموله الصغيره اللي بتكون قصدي الورده الصغيره اللي بتكون بعد الصاموله على طول، قبل الصاموله على طول تحطها، وبعد كده تحط وراها الصاموله. وطبعا الورده الكبيره بتكون على الرجل بتاعت المروحه كده. خلاص نسحب المروحه بتاعتنا، بسم الله اهي طلعت في ايدي اهي، ونروح الورشه مع بعض ونشوف ازاي هنغير لها البلي ان شاء الله. شباب، اول حاجه تعملها ترش سبراي للصدى على على المسامير بتاعتها وعلى العمود، تمام، وتستنى شويه وبعد كده تبدا تفك. خلاص بعد ما رشيت السبراي بتاعك بيكون في لجم زي كده بدل المفاتيح البلدي، دي لجمه اهي تستخدمها تفك بيها الصواميل دي. وانت بتفك اللجمه بتاعتك هي ماسكه الصاموله من هنا، والمفك بتاع البراغي بيفك من الناحيه ديت بالطريقه دي كده، بتبدا ايد تمسك وايد تفك. يكون معاك قطعه مغناطيس تلم بقى الصواميل بتاعتك والورد عشان ما تبحترش منك وتضيع، ضروري يعني الحاجات دي مهمه. ما تنساش تفك التقاريض بالمره عشان خاطر تقدر تسحب الجزء ده من ده، لان بتاع عباره عن جزئين. بتحط ايدك هنا، ايدك هنا، وباليد بتاعت الشاكوش تضرب ضربتين هنا كده او ثلاث ضربات، اضرب ما تخافش، ده ما تضرب الخشب ما تخافش اضرب. هتضرب 3-4 ضربات بالخشب من هنا راجعه معاك ورا، وتكون مفتوحه زي ما فتحت معايا بالطريقه دي كده بكل سهوله، اهو طلعت معايا خالص. اول ما بتطلع بتلاقي، شوف اول حاجه البليه الاولى عليها وردتين اهي، تحتها وردتين، تخلي بالك خليك فاكر ان تحتها وردتين تحطهم تحتها. واضح البليه قدامها هي بايظه اهيت، مش راضيه تلف، بس شايفين قفشه خالص على الاخر، هي اللي كانت بتصدر الصوت. ان شاء الله نحط عليها سبريو شويه وننضفها نطلعها. برده الجزء ده بتقدر تسحب انت ده كده، بتسحبه من الجزء اللي تحت خالص، بتقفل اثنين بيطلع بيسيبه ويطلع. بس انا طبعا بايد واحده مش عارف، هو بيديك اتنين طلع اهوت. خليك فاكر ان في البليه اللي تحت ورده واحده، انما البليه اللي فوق كانت وردتين. دلوقتي هتاخدها على المنجله بتاعتك، وزي ما اتعودنا في البليه قبل كده هنثبت المفتاح بتاعنا الفرنساوي ده هنا كده، ونضرب ضربه خفيفه لتحت تنزل معانا البليه. بالطريقه دي يا شباب، بصوا بالطريقه دي كده بتسند دي كده اهيت، وبتضرب بالشاكوش بتاعك الناحيه دي كده هنا كده، تقوم نازله معاك البليه بكل سهوله. نزلت معايا اهي الحمد لله، ضربتين اتنين فقط نزلت معايا البليه. خلاص اطلعها، والناحيه الثانيه برضو اتصرف فيها من تحت لفوق كده. اللي فوق يا جماعه ما عرفتش اجيبها بالضربه الصغيره زي ما عملنا كده، فده هجيب لها في منجله صغيره كده، بتمسك البليه بالطريقه دي كده من ثلاث زوايا، وبتربط انت المسمار بتاعك بتقوم سحبها معاك.
يعني بتبقى انت ماسك هنا كده، ايدك ثلاثه مثبتين الادراع دي، وايدك الثانيه بتلف المسمار ده كده تربطه، ويقوم ساحب معاك البليه لفوق بكل سهوله. بصوا يا شباب، ربطت بس اهو الثلاث سنات، طلعت معايا البليه خلاص اهي، فاضل لها سنه صغيره وتطلع، بس انا حبيت اصورها لكم قبل ما تطلع. هذه البليه طلعتها خلاص من هنا، والثانيه طبعا نزلت. اول ما افك بس القطعه من على المنجله هتطلع معايا. مطلوب مني ان انا انضف ده كويس، ارش عليه سبراي مثلا انضفه كويس، ولو في صدى على العمود انضفه بصنفره صغيره. وطبعا البليه هنا لها رقم، اخد الرقم بتاعها او اخدها كلها واروح عند محل قطع الغيار اجيب بليه بنفس الرقم ده، هو مكتوب عليها اهوت 6203 زيت، 6203 زيت، بجيب نفس الرقم ده واركبها مع بعض ان شاء الله. الماتور بتاعك مليان تراب، الماتور بتاعك طبعا مليان تراب اهوت، اهو شايفين على الصبع اهوت مليان تراب. بتجيب البلاور بتاع الهواء وتنفخه وتنفضه كويس من التراب، ما تخليش فيه حاجه خالص من في التراب، لا لازم ببلاور الهواء تنفخه تنضفه خالص، وبرضه تنضف الجزئيه دي اهو، التراب متعامل في كل حته. هو التراب ده سبب ان البلي باظ، عشان كده لازم تنضف التراب وتنضفها كويس، تمسحها قبل ما تركب البلي الجديد. الجزء ده شايفين الصدى واكل فيه ازاي بسبب التراب والرطوبه اللي في المكان، ترش عليه مزيل الصدى ده بحيث انه ينضف، وما تحاولش تحكه ياما عشان خاطر الماده اللي هنا هي اللي بتعمل الجاذبيه، ما تحاولش تحك ده خلاص، نضفه فقط. والعمود برده ترش عليه عشان تبقى تنضفه بالصنفره، العمود بالصنفره، انما ده مش بالصنفره، ده بس تمسحه فقط. دلوقتي يا حبيبتي في الله جبت البليه زي ما انتم شايفينها اهي، جبت نفس الرقم اللي هي 6203 زيت، طبعا بولنديه، جبت حاجه من الاصليه لان ده تكييف دولاب والحمل عليه كتير في المحل، دي القديمه والجديده اهيت. العمود بتاعي منضفه اهو بالصنفره منضفه، وطريقه التركيب سهله ان شاء الله، مع بعض كده هنركبوها بكل سهوله. نفتح ديت اهي، طبعا نحافظ عليها نظيفه ونحطها بالطريقه دي كده اهي، شوفوا دخلت بايد اهيت، بس طبعا فضلت فيها شويه حته صغيره، معنى كده انها ان شاء الله باقل ضغطه كده هتخش للاخر. ولو سحبتها وحطيت مكانها شويه مثلا دهنت العمود حته شحم صغيره ولا حته ولا نقطه زيت بتكون سهله معايا. ده الشحم معايا اهوت، بسم الله. ممكن ناخد بس حاجه صغيره خالص كده، حاجه صغيره، وادهنها على العمود بتاعي، بسم الله، وبعدين ابقى انضفه تاني بالقطعه، ما اخليش فيه بقايا شحم عشان غلط يعني يتم ترابه كده. طبعا هنزلها بايدي برده زي ما كنت انزلها الاول، واجيب المفك المفتاح بتاعي والخشبه. بصوا يا شباب، ممكن لو معاك حته ماسوره زي دي، حاجه زي كده، تنزلها عليها وتضرب ضربه خفيفه فوق بتنزل معاك. انا حطيت الكيس ده لغرض معين عشان لو في تراب ولا حاجه منها، لانها قديمه ما يقعش جوه كده. خلاص من تحت، بصوا الرابط بتاعي، الظابط والرابط بتاعي اللي هو بتاع النقطه اللي ورا دي، البتاع اسمها ايه، بسم الله، اللي هو الورده اللي ورا زي دي كده، اللي هي الحد بتاع البليه. خلاص كده خلصتها، ركبتها، فاضل لي الناحيه الثانيه هقلبها برده، بس هحاول اثبتها بايديا الاثنين عشان اعرف اركبها مع بعض. ركبت البليه الثانيه برضه هي، بس طبعا حطيتها وضربت باليد بتاعت الشاكوش بتاعتي عليها، نزلت، بس ضربت معدول يعني، نزلت ووصلت لحد بتاعها كده. خلاص فاضل لي فقط الايه، ان انا احط الورد بتاعتي. طبعا زي ما احنا عارفين ومتفقين ان الوردتين دولت كانوا في الجزئيه الاماميه ديت، كانوا هنا كده، ثبتهم كويس. والقطعه الثانيه فين هي؟ كانت هنا، بسم الله اهي، دي بتاعت الجزئيه دي، بس محتاج ان انا رشيت عليها سبريه انضفها بس كويس، وبعد كده ايه نحط دي. ادي بعد ما نضفتها حطيت لها القطعه بتاعتها برده. طبعا دي بتكون موجوده هنا كده بالطريقه دي كده، تركب دي هنا كده، حاول تظبطها وتنزلها معدوله، ما تخليهاش من تنزل معوجه معاك كده اهي، هتنزل معاك كده اهو، بسم الله نزلت خلاص كده اوكي. فاضل لي الملف بتاعي انزله عليها، انزل دي على الملف او انزل الملف عليها، فيفضل ان انا انزل دي على الملف عشان الورده اللي هناك دي ما توجعش مني تطلعش بره، بس طبعا بايد الاثنين. لحظات ونكمل. طبعا ثبتها كويس، بس خلي بالكم الفتحات بتاعت المسامير تكون قصاد الفتحات بتاعت المسامير الناحيه الثانيه، ما تغلطوش اهي، الفتحه اللي تحت هي فوق اهي، وتحت على طول تحتها هنا اهيت اهي، وهكذا كل ناحيه يلها بالراحه. الجزء اللي تحت ده بيتحرك، بس حاول ما تخبطش فيه بالشاكوش لانه ايه ظهر ممكن يشرح معاك كده. انا خلصت خلاص، لما اروح تحت بتلف اهيت، امورها تمام، بس فاضل لي فقط ان انا اربط المسامير عشان نرجعها في مكانها تاني. شباب ربطت المسامير بتاعتي ونضفتها ومسحتها كويس اهيت، نروح بقى نركبها مع بعض في التكييف هناك ان شاء الله.